بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأردت أن أتكلم في موضوع مهم، من خلاله نعرف لماذا علماء الطب النفسي وعلماء المرض العقلي لا يعترفون بالجنون. يعني السؤال الذي يطرح ومن خلال شرحه يتضح لنا الأمر، لماذا لا يعترف علماء الطب العقلي وعلماء علم النفس بالجنون؟ وهذا نعرفه في الحقيقة عن طريق تعريف المرض الذي يقابل مرض الجنون. فهم نزعوا مرض الجنون وأعطوه في الحقيقة اسما آخر، وهذا الاسم في مصطلح الطب العقلي وطب علم النفس يسمى بالاضطراب الذهاني. الاضطراب الذهاني يعني جعلوا الذي يقابل الجنون الاضطراب الذهاني. فلذلك تجد أغلب الأطباء، أطباء الطب العقلي أو علم النفس، لا يعترفون بالجنون، لا يعترفون بالجنون، ويروا بأن لفظة الجنون أو الجنون تعبير دارج وتعبير عامي، وليس هو تعبير اصطلاحي علمي. فنجد أحد الدكاترة في مجال الصحة النفسية والعلاج النفسي يتكلم فيقول، ماذا يقول؟ يقول: يطابق الذهان المعنى القانوني والاجتماعي لكلمة جنون من حيث احتمال إيذاء المريض نفسه أو غيره أو عجزه عن رعاية نفسه. هذا يرى بأن الجنون يطابق الذهان من الناحية القانونية الاجتماعية، وهو يشترك معه في مسألة إيذاء المريض نفسه أو غيره أو عجزه عن رعاية نفسه. هذا حقيقة لما نبحث فيه نجده عند الإنسان المصاب بالوسواس القهري إلى درجة الجنون أو المصاب بالجنون. والأطباء النفسانيين في الحقيقة عندما يتكلمون عن مسألة الجنون 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 هذه اللفظة ويقولون عنها بأنها عامية، لا يقصدون بها الجنون الموجود في الأمراض الروحية ألا وهو الصرع الجني للإنسي، لا، وإنما يقصدون به الجنون الذي هو بسبب الأعصاب والحالات النفسية والعقد الاجتماعية. وسأذكر لكم يعني أسباب هذا المرض الذي يطلق اصطلاحا عند الأطباء النفسانيين، وهو الاضطراب الذهاني الذي قابلوه لمصطلح الجنون وجعلوا الجنون لفظة عامية. والاصطلاح الصحيح عند الأطباء وعلماء النفس والأمراض العقلية هو الاضطراب الذهاني، لكن كما قلت لكم لا يقابلون به الجنون الذي هو عند علماء الشرع والذي هو جاء في القرآن الكريم، كمثل الذي يتخبطه الشيطان من المس، وجاء في ألفاظ وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يقصدون به أيضا اصطلاح طبي وينفون هذه اللفظة وأنها عامية. ويقول أيضا أحد الدكاترة: والأمراض العقلية أو الذهنية ترادف كلمة جنون التي يستعملها من؟ العامة، اسمعوا جيدا، التي يستعملها العامة في الإشارة إلى شخص فقد قواه العقلية. ولكن الجنون اصطلاح قانوني ليس له تعريف سيكولوجي دقيق. فهم الآن يخرجون لفظ ومصطلح الجنون من الطب النفسي ومن الطب العقلي، ويرونه مرادفا للأمراض الإدهانية كما قلنا الاضطراب الذهاني. بل قال أحدهم صراحة:
وهو أيضا من المختصين في الطب النفسي المعاصر، قال لا يوجد أي مرض في الطب النفسي والعقل يسمى بالجنون. اسمعوا جيدا، هذا نفي مطلق، لا يوجد أي مرض في الطب النفسي والعقل يسمى بالجنون، والجنون كلمة عامة لا تعني سوى اضطراب في السلوك والتفكير بعيدا عن مألوف تقاليد المجتمع. ثم بدأ يوضح، قال فيعتبر أو يعتبر البعض الجنون قريبا من العبقرية، ويطلق في بعض المجتمعات على الشواذ، وفي بعض المجتمعات الأخرى يروا بأن المجانين لهم لمسة مقدسة تستحق الاحترام، والبعض الآخر يعذبهم، والبعض الآخر يقتلهم، والبعض الآخر يجنهم، وهلم جرى. المهم في آخر كلامه قال ولذا وجب علينا التخلص من هذه الكلمة عند المناقشة العلمية للأمراض الذهنية. يعني لا تقول لي جنون، ولا تناقشني في مسألة الجنون، ولا تقول لي أي شيء عن الجنون، وإنما إذا أردت أن تتكلم عن الأمراض النفسية والأمراض العقلية قل لي الاضطراب الذهاني. لذلك وجدنا الأطباء النفسانيين الكثير منهم ماذا؟ يردون هذا اللفظ وهذا المصطلح ألا وهو الجنون. فلذلك عندما تتناقش مع بعض منهم لا يهتم بكلامك، ولو قلت قال الله ولا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يعترف حتى بالجنون الاصطلاحي العلمي، فما بالك بالجنون الذي جاء في الكتاب والسنة وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة بأن الجن يدخل في جسد الإنسان ويخبطه ويصيبه بأمراض عصبية وأمراض نفسية، ويصيبه بالقلق والخوف والهلع وأشياء وأشياء يتكلم فيها الأطباء النفسانيين للأسف الشديد. وهناك عالم يسمى بير داكو، وهذا أخصائي في علم النفس، ولد سنة 63 أو 36 و900 وألف، ومات سنة 92 و900 وألف في بلجيكا. ماذا يقول؟ وألف كتاب في العصابة والأمراض الذهنية، أو في العصاب والأمراض الذهنية. قال إن كلمة مجنون ليس لها أي معنى حقيقي، إن هذه الكلمة لا تعني شيئا، وتغطي عدة انفعالات مختلفة تتداخل دلالاتها غالبا. فهذا يعترف مباشرة بأن كلمة مجنون ليس لها أي معنى حقيقي. هنا ليس يقول نظري أو اصطلاحي، قال حقيقي، إن هذه الكلمة لا تعني شيئا. وفالذهان اصطلاح علمي، فهم جاءوا بمصطلح علمي للجنون في الحقيقة، وأطلقوا عليه الاضطراب الذهاني، فأصبح الذهان اصطلاح علمي، والجنون عندهم اصطلاح عامي. أصبح الذهان هذا الذي اتفقوا عليه وأطلقوه أطباء النفس وعلماء الأمراض العقلية اصطلاح علمي، فيتكلمون بهذا الاصطلاح، والجنون أصبح اصطلاح عامي، لذلك لا يعترفون به للأسف الشديد. ومن أسباب هذا الاضطراب الذهاني الذي وضعوه قالوا العوامل العصبية والسمية، هذا من الأسباب، وهي الأمراض مثل التهاب المخ. هم يقولون بأن هناك عوامل عصبية والسمية في هذا الاضطراب الذهاني تأتي بسبب التهاب المخ وجروح المخ وأورام المخ والجهاز العصبي المركزي والزهري والتسمم وأمراض الأوعية الدموية والدماغ كالنزيف وتصلب الشرايين. هذا سبب من الأسباب. والسبب الآخر الصراعات النفسية والإحباطات والتوترات النفسية الشديدة وانهيار وسائل الدفاع النفسي أمام هذه الصراعات والإحباطات والتوترات. وأيضا من بين الأسباب التي ذكروها المشكلات الانفعالية في الطفولة والصدمات النفسية المبكرة. وأيضا ذكروا من الأسباب الاضطرابات الاجتماعية وانعدام الأمن وأساليب التنشئة الخاطئة في الأسرة مثل الرفض والتسلط والحماية الزائدة للأسف الشديد. وسنكمل إن شاء الله في مقاطعنا الأخرى، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.